أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، ما توجيه هذا الحديث؟ وهل فيه حلف بغير الله؟ هذا أجاب عنه بجوابين. أفلح وأبيه إن صدق أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، كانوا في الأول يحلفون بغير الله، لم يمنعوا من ذلك، ثم إنه نسخ هذا ومنعوا من الحلف بغير الله، فيكون هذا قبل النسخ. والجواب الثاني أن هذا لم يقصد به الحلف، وإنما يجري على اللسان من لغو اليمين، هذا من لغو اليمين الذي يجري على اللسان بدون قصد. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو ما يجري على اللسان صورة صورة اليمين ولكنه غير مقصود. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم عقده. نعم.